قرارات مهمة تخص السياسات المالية والنقدية المصرية في وضع اقتصادي عالمي. أي تحرك اقتصادي يخص الاقتصاد المحلي، يخص تشجيع الصناعة، يخص التصدير، هو يتحط على قائمة أولويات المجتمع بطبيعة الحال. احنا طول الوقت بنتكلم عن دعم الصادرات، تشجيع التصدير، الصناعة المصرية ازاي نرفع من مستواها الأول، من جودتها الأول، وكمان نديها طرق. فكرة المساندة التصديرية، المساندة التصديرية ده عنوان جواه تفاصيل كتير جدا جدا، من أول ازاي تساعد الشخص المصنع ده، وازاي تقدم له الاستشارة المظبوطة، وازاي تقدم له الدعم المظبوط، وازاي تحلل له الموقف، تفتح له أسواق، لكنها فيها جزء مالي مهم جدا. المفرح جدا انه وزارة المالية دكتور محمد معيط اكد انه بيتم تدبير 10 مليار جنيه لاطلاق مرحلة 5 من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين. الفكرة دي ببساطة انك توفر سيولة نقدية لاستمرار عملية الانتاج، ما يفضلش المصدر يستنى الفلوس ترجع له بعد ما تتباع في الاسواق العالمية، وبالتالي ترفع معدلات النمو بطرق أسرع. أوضح كمان سيادة الوزير أنه إجمالي ما صرف للشركات المصدرة في العامين الماضيين من أول بداية مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن تجاوز 33 مليار جنيه. الفكرة المهمة جدا أننا نفهم المساندة التصديرية أولا، ثم أننا نعرف تفاصيل دعم وزارة المالية للمصدرين. أستاذة نيفين منصور، مستشار ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أهلا بحضرتك. مساء النور أستاذة نيفين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. السؤال بس للي مش متابع فكرة المساندة التصديرية، إيه الهدف أصلا من فكرة الدعم النقدي للمصدرين؟ يعني اذا ممكن حضرتك تشرحيها لنا ببساطه كده. فكره دعم المصدرين هي عباره عن انه بيبقى مسانده من الحكومه للمصدرين عشان يقدروا ان هم يزودوا من صادراتهم ويفتحوا اسواق جديده، ويبقى سعر المنتج بتاعهم تنافسي، فبالتالي يقدر ان هو ينافس في الاسواق العالميه مع منتجات اخرى. ودي يعني زي سياسه اتبعت من فتره طويله، من اكثر من 10 سنوات، ولكن بعد 2011 تعثر شويه صندوق تنميه الصادرات انه يقدر يرجع للمصدرين هذا الدعم، فحصل تراكمات ومتاخرات على مدار سنوات عديده. وعشان الموضوع ده ابتدينا احنا نعمل المبادرات المختلفه، ابتديناها في اكتوبر 2019 بحيث نقدر من خلال المبادرات دي نسدد المتاخرات من دعم الصادرات للشركات المصدره. طيب يعني يا استاذه نيفين، حضرتك قلتي جمله مهمه، او دعم، يعني اشرحي لنا بس بالتفصيل تاني. يعني انا مصدر عندي منتج قيمته 10 جنيه، هل وزاره الماليه بتدعمني، بتديني من القيمه دي 2 جنيه عشان يبقى سعره في الأسواق العالمية 8؟ هل بتحاول تخلي سعري تنافسي أكتر، ولا بس بتدعم دورة رأس المال، بترجع لي قيمة اللي أنا صدرته بسرعة؟ لا، هي يعني لو حضرتك في شركة مصدرة صدرت مبلغ معين، بتقدم المستندات اللي بتثبت أنها صدرت بالمبلغ ده، وبناء على بعض من المعادلات وبعض من العوامل بيتم حساب دعم الصادرات يكون قد ايه، وبالتالي وزاره الماليه بتدفع للشركه المصدره هذه او هذا الدعم. هذه القيمه، ده حلو قوي. الشركه بقى هي يعني ممكن تاخد الفلوس دي، هي بالنسبه لها بتبقى سيوله، ممكن توظفها في كذا حته، يعني ممكن تقلل بيها السعر فيبقى اكثر تنافسيه، ممكن ان هي تعيد الانتاج، تزود بيها خطوط الانتاج فيبقى عندها مثلا طاقه انتاجيه اكبر، ممكن انها تخش في منتجات جديده ما كانتش عندها فيبقى عندها برضو نوع من التنوع في المنتجات. يعني الشركه المصدره بيكون عندها كامل الحريه في استخدام هذا الدعم في القنوات اللي هي شايفه ان ده هيساعدها في الشغل بتاعها او البيزنس موديل بتاعها. أنا أستاذة نيفين بشكرك شكرا جزيلا، وكل الشكر لوزارة المالية على هذا التوجه. سؤال أخير بس، الموعد لصرف مستحقات المستفيدين من هذه المساندة التصديرية في الفترة القادمة، العشرة مليار جنيه الجداد دول، بدءا من إمتى؟ إحنا هنتلقى على طول طلبات الشركات المصدرة إن شاء الله،
وحددنا ميعادين للصرف، هيبقى الميعاد الأول في أول أكتوبر والميعاد الثاني في أول ديسمبر، بحيث إن احنا قبل انتهاء العام الحالي يكون في الميعادين للصرف دول إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية. طول الوقت دعم التصدير بيبدأ مبكرا جدا، بيبدأ من أول خطوات دعم الصناعة، من أول خطوات الشمول المالي ودمج الصناعات الصغيرة داخل المنظومة، وبيبدأ كمان أو بيبقى بيكتمل دورته في هذا الدعم والمساندة التصديرية اللي هي حقيقي أعتقد أن مش كتير مننا كان يعرف عنها تفاصيل، لكن هي تفاصيلها كخدمة حتى تقدم باستشارات مش لازم من وزارة المالية، لكن كخدمة يعني أحيانا كتير بنقابل ناس شاطرة قوي، حرفيين بالذات شاطرين قوي، ونقول له طب أنت مفكرتش تصدر؟ يقول فكرت بس ما عرفش. طلع بقى ان في خدمه في النص كده اسمها المسانده التصديريه، في شركات بتساعد المصنعين انهم يعملوا الخطوه الزياده دي، وبالتالي تدور العجله بشكل افضل، وبالتالي الراجل ده يكسب، الشركه الوسيطه دي تكسب، الدوله كلها تكسب. احنا لازم نفهم ان لما بنساعد اللي جنبنا احنا كلنا بنتساعد، ده دور الدوله الحقيقه. لما بتساعد مواطنيها والمصنعين واللي بيشتغلوا جواها انهم يشتغلوا بسلاسه اكتر وبظروف افضل، الدوله كلها بترتاح.